النجريسكو النهارده هنعملها بنوع المكرونه دي اللي هي السوستة. عاده النجريسكو بتتعمل بفوتوتشيني، انا النهارده ايه تغيير قلت اعملها بدي، وممكن تعملوها باي نوع مكرونه انتوا بتحبوه. عندنا لبن وكريمه ودقيق وقشطه بلدي وبهارات مع جوز الطيب ومكعبات مرقه فراخ. عندنا فراخ مسلوقه ومتقطعه، ويفضل دايما انها تبقى صدور. عندنا جبنه تشيدر وذره وبصل وجبنه موتزاريلا وكمان مشروم خضره زعفران مرقه. خلاص طيب هجيب بس كده السمنه احطها كده واحط البصل ماشي ويلون كده يبقى اصفر مع مكعب من المرقه والبهارات، سبع بهارات مع جوز الطيب. خلاص انا محضره البشاميل عشان بس ما ياخدش وقت عشان مش عامله نسخه. طيب هجيب كده الحاجات اللي هستخدمها دلوقتي واجيب بوله كبيره. البشاميل اهو جاهز، هحط ايه بقى في البوله الكبيره دي عقبال ما البصل يتحمر؟ كزبره خضراء، شبت، قلت ايه نستفيد بالخضره شويه وندخلها كده وسط الاكل، زعفران. خلاص وهجيب البشاميل اللي انا مسوياه ومجهزاه وهحطه كده هنا. واسيبه على نار هاديه عشان يفضل كريمي ما ايه ما يجمدش. امسح بس دي كده اهو. احط الفراخ واقلب احط الذره وهحط، لا استنى مش هحط المشروم دلوقتي، هستنى شويه بس احس انها ايه اتشوحت كده شويه. خلاص طيب هنجيب هنا بقى البشاميل كده نلخبطه كده. بصوا مع الجبنه الشادر الطريقه دي والموتزاريلا شايفين عملنا ايه؟ عملنا ايه هنا؟ حطينا البشاميل عادي خالص، لو في وقت هعمل لكم البشاميل. حطينا البشاميل عادي خالص، حطيت معاه خضره، حطيت معاه زعفران، حطيت معاه جبنه تشيدر وموتزاريلا وهحط معاه حبه كريمه. خلاص؟ طيب هجيب بقى كده البايركس. البايركس اللي ايه اللي المفروض هحط فيه النجريسكو. هنا بقى حطينا البصل مع الفراخ المسلوقه مع البهارات، سبع بهارات اللي مع جوز الطيب والمشروم والسمنه البلدي. نقلب كده كويس قوي وهزود بس ايه معلقه كده مع رشة ملح وفلفل اسود. رشة ملح فلفل اسود وهنا برضو فلفل اسود. خلاص هحط كده اهو كده شايفين. هنحط
المكرونة نقلبها كده تقليبة. عشان تبقى كلها كده معمولة بالصوص البشاميل. شايفين لونها كمان لذيذ ازاي؟ خلاص هبتدي بقى احط الفراخ اللي انا عملتها. بس هجيب بولة كده. ماشي. احط فيها برضو حبة من البشاميل. كل حاجة هحط لها البشاميل لوحدها. بتطلع غنية كده وجميلة جدا. اهو قلبتها البشاميل، حطيت عليه كريمة جبنة تشيدر وموتزاريلا وكمان ملح وفلفل اسود والبهارات والزعفران والخضرة. هعمل كده بالطريقة دي. يعني قد ايه اكلة مفيدة وطعمة جدا في نفس الوقت. وهجيب الجبنة احطها كده. خلاص. واحط حبة من المكرونة. وحبة من البشاميل. وهقلبها. واقوم فرداها هنا. دايما الطبقه الاخيره ما تبقاش فيها مكرونه كتير، يعني الطبقه اللي تحت تبقى اكتر والحشوه تبقى طبعا حلوه كده، فيها كميه حلوه من البروتين. اهو نحط، تبتدي بقى نحط ده. احط كده ونقلب. احط حبة بس بشاميل كده صغيرين. شفتوا عملناها بطريقة لذيذة جدا ولونها كمان حلو قوي. يلا اهو كل ده بقى هيدخل الفرن لحد ما تتحمر. عملنا النجريسكو بطريقة سهلة وبسيطة جدا. سلقنا المكرونة، الفراخ كانت مسلوقة، حطينا عليها بصل وسمنة ومرقة وسبع بهارات مع جوزة الطيب، حطينا كمان المشروم والذرة. كل ده مع بعض لخبطناه مع البشاميل اللي بالكريمة والجبنة الشيدر والخضرة مع الزعفران. خلاص بالطريقة دي، وهندخلها الفرن.